في مشهد أشبه بأفلام هوليوود شهدت أنطلياس جريمة قتل مقترفها لا يزال مجهولا بعد فراره من ساحة الجريمة بالقرب من مطعم السنيور. وفي التفاصيل التي رواها أكثر من شاهد عيان فأن شجارا حصل بين الضحية الأردني خالد رضوان الفاعوري وهو مطلوب في لبنان في أكثر من عملية اختلاس وشخص آخر على خلفية مالية، فما كان من الجاني إلا أن سحب السلاح وأطلق النار. بوصل بوجه الحلبة بلاقي اثنين عم يتعاركوا، وانا بطبعي اذا بشوف اثنين عم يتخانقوا بدي اهجم، بخصني او ما بخصني. ضليت راكد من هونيك، بوصل هون عند الرهبات بقوصوا للزلمه، بقوصوا وبينزل من هون، بلحوا. لابس دعبول ابيض، لابس تيشيرت بيضاء وعليها رسمه الزهور من ورا. بركض من هون، بروح وبضل نازل على البنك بيروت. واقف تاكسي هونيك لون بني. وقف التاكسي بيفتح الباب وبيضل طالع بدون ما يحكي معه بدون شيء، بيدور وبيضل فيه. الجاني رمى المسدس على قارعة الطريق وفر، فيما نقل الفعوري إلى مستشفى أبو جودة حيث ما لبث أن فارق الحياة. وتعمل القوى الأمنية على البحث في المحفظة الجنائية عن بصمات تطابق تلك التي وجدت على قبضة المسدس، في حين قدم شرطي بلدية كان موجودا في المكان ملامح الجاني علها تساعد في استكمال التحقيق.